السلام عليكم أصدقائي أحبائي على قناتي سنان صالح، شيف سنان العبيدي. اليوم راح أسوي لكم فطور كيتوني. شنو هو الكيتون أصدقائي؟ هذا برنامج مال ريجيم معروف جدا مشهور، بس كتبوا البرنامج الكيتون فراح تعرفون أنتو شنو هذا. فالمهم الفطور اليوم اللي راح أسوي لكم إياه جدا سهل وبسيط. أحتاج إلى بيض أصدقائي، أحتاج إلى الدهن الحر. هذا دهن حر أصدقائي، اللي هو السمن العربي صحولي الحيواني، هذا مال بقر. شوفوا ايش قد نسبة الكربوهيدرات به. شوفوا هاي كربوهيدرات 0 غرام، 0 غرام، يعني ماكو نهائيا كربوهيدرات. فهذا كل زين جماعة الريجيم. اوكي، اسمه بالهذا بوتر شمالز، معناتها انه الدهن الحر. ايش قد الدهن مالته؟ 99.8 فت، يعني دهن سوتاتن بوتر. من شوفون بوتر هنا معناتها انه هذا بقر. اما اذا مكتوب بوتر شمالز ومكتوب هنا جفاين جماعة المانيا، معناتها هذا دهن خنزير، بس البوتر مال بقر. اوكي اصدقائي، فما بي كربوهيدرات نهائيا جماعة الكيتو. هنا ملح احتاج زلص، طبعا تقدرون تستخدمون ملح بحري جماعة الكيتو، ملح بحري. عندي ملح بحري هسه استخدمه، اسمه مير زلص بالالماني. هنا اصدقائي فلفل اسود، احتاج الى فلفل اخضر، اي لون موجود عندكم طعم متوفر، بابريكا. عندنا زبيبل، البصل. البصل بكربوهيدرات بسيطه، فيعني مو من الممنوع، مسموح بس قليل. اوكي جماعه الكيتو. وهنا عندنا الطماطم هم مسموحه ايضا. فاصدقائي هسه الفطور راح نسوي جدا سهل وبسيط، خليكم ويانا. اصدقائي هسه حاليا نحط الدهن الحر، اللي احنا نسميه بالعراق دهن حر، هو السمن العربي. اوكي طبعا هاي داخل شوي لين شرائح، هذا ديجي عرفتوا صاي كيفي. طبعا دهن حر طعمه كلش طيب، السمن العربي. اصدقائي بالنسبه للملح، هذا شوفوا هذا الملح جماعه المانيا، مكتوب مير زلس. معناته شنو مير زلس؟ مير معناتها بحر، وزلس ملح، ملح البحر. وهاي هنا أنا مكتوب عندنا بالعربي ملح بحر ناعم. من اشتريته يقولون؟ اشتريته اني من التيغود جماعة المانيا. التيغود متوفر عندنا ملح البحر، وبالعراق ايضا متوفر. فتروحون للمولات وتقولوا لهم رد ملح البحر، واكيد موجود 100%. عندنا انواع احنا بالعراق كوم انواع همين. فهسه تحمى الطاوة، يلا اذب المكونات. هسه حاليا الزيت عندي حمى، فراح نخلي المكونات كلها سويها خليها زين. هذا البصل، وهذا الفلفل. اصدقائي هذا نظام الكيتو، يعني فد نظام رهيب رهيب، يعني دارسي دراسة بحيث يبني لك الجسم من جديد، يعني يضعفك ويرسم للجسم، يعني يرجع الخصر، يرجع حتى النظر، العقل، الذكاء، كله يزيد عندك. ليش؟ لان يعطيك نظام غذائي رهيب. وان شاء الله اسمنا وغادي انزل لكم فيديوهات شويه شويه لحد ما اسوي لكم برنامج كامل ان شاء الله. زين، فاني ببالي هذا الشيء كلش مو شو مكان، حتى ساعد العالم ان شاء الله بهذا الشيء، اللي يريد يضعف وما يحرم نفسه من شغلات هوايه. زين، بس طبعا الخبز ممنوع، السكريات حاليا ممنوعه عليكم اللي يدورون ريجيم. ليش؟ يعني هذني يسبب اكثر مسببات للسمنه يعني. زين اصدقائي، بس هذا النظام الحلو بيه انه يوازن لك ايش قد بالجسم معدلات مالاته. فطلعوه انتو ان شاء الله نظام الكيتو، كتبوا نظام الكيتو وهسه تعرفون شنو الشغلات البي، ودرسوا عليه، اخذوا معلومات عليه هوايه، حتى انا اسوي لكم اكل عليه انه تعرفون شنو المكونات مالاته. اصدقائي هسه نقلبه، طبعا ريحته كلش طيبه، الفلفل والبصل ريحته يعطي نكهه كلش طيبه للاكل طبعا. اصدقائي بالنسبه للبيض، هنا أنا عندي هذا البيض، انا شو اسوي للبيض؟ دائما احط له شويه مي. ليش؟ حتى ما يصير زفر وما يلشع هنا، ويعني هسه تجربوه، او حليب اذا تقدرون تحطون، بس بالنسبه لجماعه الكيتو ماكو داعي. وهذا ملح البحر اخليه. زين اصدقائي، طبعا اخلي هنا ملح البحر ايضا ما حاطاني. وهذا هنا الفلفل الاسود الخفيف، رشة. وهسه نخلطه سوية. فمثل ما قلت لكم اصدقائي،
ان شاء الله كتبوا يعني بالبحث اللي يريد يكتب حتى يدور على اكلاتي يكتب مثلا فطور كيتو او غداء كيتو منه ورايح يشرح اسوي لكم فيديوهات ان شاء الله. واللي يحب هاي الفكره يكتب لي بالتعليقات حتى انه اشوف شنو الاقبال عليه. اوكي تريدون هيك شغلات فيديوهات لا نظام غذائي وان شاء الله نمشي بيه سويه. وبالنسبه اللي يصير ويا شايرهام بس بدون سكر واكو نوعيه مال السكر مسموحه بالكيتو ان شاء الله فدي ما اصور لكم اياها نزل لكم اياها حتى تعرفون شنو تاكلوا. هسه هذا البيض اصدقائي صارت عندي الطماطم والفلفل والبصل كله صار عندي وهسه نحط البيض بسم الله. هسه اصدقائي هلا اثناء شو اسوي اني انصي النار عليه واغطيه اها حتى شنو يستوي على البخار مالته فخليكم ويانا اصدقائي. هذا خلاص شوفوا شلون صار يلعب لعب هلا 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 يلا فخليكم تعالوا شوفوا الطريقه ايش نقدم اصدقائي. هذا فطورنا اليوم فطور الكيتو اسمه خلصنا البيض طبعا دائما وياي يكون خضار ليش حتى تعوضون من الشغلات اللي ما تاكلوها فهذا تعوضون اصدقائي. شوفوا هذا عندنا هنا جرجير هذا جرجير بالالماني اسمه روكولا وهذا عندنا النعناع وهنا الخس طبعا وشاي بدون شكر اصدقائي وملح البحر اخاف شويه ها الملح يراد له وهذا الورد مالتنا طبعا الخبز ماكم شغل به هذا زايد. المهم اصدقائنا لا تنسون الاشتراك بالقناة ولايك تحياتي لكم شيف سال عويدي من المانيا مع الف سلامة وقناة يوسف ها واشتركوا بقناة يوسف نسيت اقول يلا قناة يوسف موجودة في صندوق الوصف تلقوها دائما مع الف سلامة باي.